18 شهرا من السلطة المطلقة لسلطة السعيد، هل لنا أن نقر بالفشل التام لسلطة السعيد رغم كل الوعود التي أطلقتها، استعادة الأموال المنهوبة، خلق التنمية، واليوم نرى دولة، يعني دول تتحدث عن فرضية انهيار الاقتصاد في 5 أشهر؟ لو تحدثنا من الناحية القانونية البحتة بعد 25 جويلية، يعني النتيجة هي طبعا كما كان في التقرير اللي تحدث، وهي لحظة نزول. من الناحية القضائية هناك عدم دسترة المجلس الأعلى للقضاء في الدستور الجديد، هناك عدم دسترة لعدم التدخل في القضاء اللي هو شأن مهم، أيضا هناك تصاعد لدور رئيس الدولة في تسمية القضاة، هناك أيضا المرسوم 35 الذي هو سيف مسلط على القضاء والقضاء بصفة عامة. من الناحية القانونية حقيقة هي لحظة يعني نزول، ونزول كبرى تعود بنا إلى بداية القرن 17، حيث رأينا ما بعد 25 جويلية محاكمات في قضايا مرتين على نفس الفعلة، يعني عدم احترام كلي للإجراءات وما يعني تواتر عليه وما كان نعم. يعني من أبسط ضروريات القضاء العادل. من الناحية القضائية حقيقة لا يمكن مقارنة ما كنا نعيشه قبل 25 جويلية إلى ما بعد 25 جويلية الذي عاد بنا إلى قرون وسطى في القانون. عاد بنا القرون وسطى سيد